الشيخ عمر عبد الكافي له حديث جميل ذكره في إحدى شرائطه، حديث قدسي يقول: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، يتكلم عن الأم، ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجله. ما في شك أن وجود الأم والأب على قيد الحياة هي من أعظم الفرص التي يعني توفر لنا البركة والتوفيق في عملنا وفي دراستنا وفي حياتنا اليومية. أقدم لكم اليوم هدية من المنشد المعروف أحمد بوخاطر، هدية لكل أمهات المسلمين في العالم العربي والإسلامي، أنشودة اسمها أمي، وهي أنشودة جميلة جدا، وقام بإنتاجها كمان أخونا العزيز قسور الخطيب، فنشكره أيضا على ذلك. لسوف أعود يا أمي، أقبل رأسك الزاكي، أبثك كل أشواقي، وأرشف عطر يناك، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الترب من دمعي سرورا في محياك. فكم أسهرت من ليل لأرقد ملء أجفاك، وكم أضمت من جوف لترويني بتحنان، ويوم مرضت لا أنسى دموعا منك كالمطر، وعينا منك ساهرة تخاف علي من خطر، ويوم وداعنا فجرا وما أقساه من فجر، يحار القول في وصف الذي لاقيت من هجري، وقلت مقالة لا زلت مدكرا بها دهري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري. لسوف أعود يا أمي، أقبل رأسك الزاكي، أبثك كل أشواقي، وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الترب من دمعي سرورا في محياك. برك يا منى عمري، إله الكون أوصاني، رضاؤك سر توفيقي وحبك وامضي إيماني. سوف أعود يا أمي، أقبل رأسك الزاكي، أبثك كل أشواقي، وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى أعزائي. إن موت الأب والأم لا يعني أن البر وبرهما قد انقطع،
فأبو حامد الغزالي رحمه الله يذكر حديث جميل يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه حين يولي الأب. إذن التودد لأقرباء الأب ولأصدقائه هي واحدة من الوسائل التي تستطيع أن تبر بها أبوك وأمك وهم في قبرهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأمهات المسلمين والمسلمات في كل مكان.